أهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد اللي سميناه الباب المفتوح. وهدف هذا البرنامج هو أني أستقبل ضيوف إخوة عرب يحكوا لنا كيف اختبروا مشقات وضيق وضغوطات في بلادهم، وكيف تركوا بلادهم وأرضهم وهاجروا وجاءوا لأوروبا، فيحكوا لنا قصة حياتهم سفرهم. ولكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع نحب فقط نوضح هذه النقطة لأنها جد مهمة، وهي أننا ما نشجع أي هجرة سرية أو غير قانونية، ولا نهجم على أي بلد أو ثقافة أو شعب. لا، غايتنا هو أن إخوتنا يحكوا لنا كيف اختبروا محبة الله في حياتهم. هدف هذا البرنامج هو أننا نبشر بأن الملجأ الأمين المبارك هو اللي في يسوع المسيح. هذا اللي نتكلم فيه في هذا البرنامج بعون الله. ومرة أخرى نرحب بكم ونرحب بضيف البرنامج الأول، وهو أخي مصطفى. مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي داود. عرف نفسك قليلا لإخوتنا وأخواتنا المشاهدين المستمعين، قل لنا اسمك، من أين أنت، كيف ترعرعت إلى آخره. نعم، أنا اسمي مصطفى، من العراق، تحديدا من بغداد. ولدت في عائلة مسلمة مكونة من احنا 6 ولد وبنية واحدة. درست الابتدائية، ومع الأسف ما كملت الابتدائية لكون والدي توفى في سنة 90، فاضطريت أن أعوف المدرسة وأن أشتغل لكي أعين عائلتي. كان عندنا أخوتي كبار 2، كانوا عسكريين والباقي صغار، فاضطريت أن أبطل وأن أشتغل ميكانيك. وكانت الظروف قاسية يعني بالعراق، هواي جدا قاسية، فاضطريت أن أعين عائلتي. نعم، يعني أكيد أن ولد صغير هكذا يمشي يعمل، والإخوة اللي كانوا في الجيش ما كانوا يساعدوك؟ لا، ما كانوا، لأنهم كانوا 2 كبار أكبر مني. إحنا 6، 2 أكبر مني، أنا الوسطاني، و3 أصغر مني. يعني اضطريت أن يبطلون من المدرسة، أن أعين العائلة، لأن يعني كانوا عسكريين ما يقدرون. ما يقدرون. نعم. يعني أنت ما كملت المدرسة، إلى أي صف وصلت؟ وصلت للخامس ابتدائي. نعم، بس يعني أقرأ وأكتب. نعم. مثل ما نقول. نعم نعم. 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 إذن أنت عشت في بغداد. نعم، عشت بغداد، في بغداد. وترعرعت بيها، وأصدقاء عندي هواي، وأقارب جدا هواي عندي، يعني عندي خوالي وعمامي وأهلي وناسي. يعني الحياة حلوة بغداد. احنا تعلمنا في التاريخ في المغرب في مدينة الدار البيضاء من أين جئت أنا، أن العراق هو يعني مهد الحضارة البشرية. كل شيء بدأ في هناك، الأرض بين النهرين. بغداد جميلة. نعم، وكل الأرض جميلة بين النهرين. نعم، بغداد كلش حلوة وجميلة. وبغداد يعني واحد من يذكرها يتحصر بلدك. هل كانوا عندك أصدقاء؟ نعم، من أصدقاء كذلك، لأن العراق كانوا فيها مسيحيين. نعم. معروف هذا. نعم نعم نعم. شنو كان رأيك لما كنت أنت تفوت مثلا قرب كنيسة تشوف صليب، أو شنو علموكم؟ كيف كنت أنت تنظر للكنيسة مثلا؟ أو كان عندي ولد صديقي جيران يعني بنفس الحي أو بالمنطقة اسمه علاء، صديق مسيحي، يعني أنا وياه من إحنا صغار بالمدرسة لحد ما بنفس الشارع، يعني الوحيد هو من بيناتنا كان جدا فقير وجدا جميل وشاطر نفس الوقت. هو أما الباقيين يعني كانوا ناس مثل ما نقول وكحين وجسرين، وهاي هو الوحيد فقير بينا، كان كل صديقي. أما الكنيسة تبعد مسافة علينا، كانت تقريبا كيلوين، يعني بتطلع من
من الفرع وتطلع على الشارع وتشوف اكو عندنا كنيسه. الكنيسه قبل 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 لا يصير الاحتلال علينا مال الامريكان، كانت الكنيسه اتذكر تدق الجرس يوم الاحد اسمعه، كان كنيسه كلش كبيره بس ما نقدر نطب لها، يعني احنا ممنوع ممنوع علينا صح نطب لها حسب ما فهمت. صديقك علاء علاء كان معك في الصف. اي كان معي في الصف، لكن ما تقدروا تمشوا لكنيستهم. لا ما نقدر. اوكي لا ما نقدر. لا ما اقدر. أوكي. ما نقدر. اذا انت تعلمت الميكانيك. انا تعلمت الميكانيك من انا صغير، يعني بديت اداوم من قلت لك من توفى والدي، يعني هاي كانت صدمه بحياتي. كم كان عمرك؟ 8 سنين؟ كم كان عمرك؟ 12 سنه. 12 سنه. 12 سنه اتذكر، يعني توفى والدي بال90. فكانت صدمة إنه كلش يعني كلش قوية. اضطريت أن أشتغل، فظليت من ذاك الوقت أنا صبي اشتغلت بالميكانيك سيارات. أوكي. نعم ظليت مداوم عليها. وكم من سنة خدمت في هذه المهنة؟ من ال90 لحد ما صار الاحتلال علينا 2003. بس خلال هالفترة هاي يعني أنا قضيت حياتي وطفولتي في بغداد، كانت الطفولة حلوة جدا. وكونت أسرة يعني. والعائلة قبل وفاة والدك يعني كنتوا عائلة متدينة أو متفتحة أو يعني تصوموا تصلوا غصبا منكم مثل الجميع أو كيف كانت حياتكم؟ نعم لا احنا عائلة متدينة غير متشددة. يعني كنا متدينين نعم بس عائلة مو متشددة، يعني كنت أصلي أصوم وأقرأ القرآن حالي حال الناس كلنا يعني هكذا كنا هكذا. نعم. كبرنا حالي حال أي واحد يعني. بس ما كنت أفهم يعني شلون مثل ما تقول احنا من شبينا او صرنا يعني اهلك او اقاربك او ناسك جبروك انت عاد خلاص كبرت لازم تصلي. يعني انتهت لازم تصلي الفرائض الخمسه والصوم وهاي الزكاه والخمس. لما كنت صغير اخي مصطفى في بغداد وتعلمت هذه الامور الدينيه، هل خطر على بالك مرة؟ هل كنت تفكر من هو الله أو أين هو الله؟ أو هل كنت تفكر في الله من هو؟ ما علمونا يعني ما جاء في من بالك من داخلك أنت؟ لا ما جاء من داخلي، لأن علمونا بأنه أكون تخاف من الله. يعني شلون؟ يعني علموك مثلا أكو عذاب قبر من تموت نعم راح تجيك أفاعي وتجيك عقارب وكل شيء كنت تسوي، كان يقول لك لا تسوي هالشكل الله يعاقبك، لا تسوي هيك الله يعاقبك، لا تسوي هيك الله يعاقبك. يعني أي شيء تسوي كان يعلمونا يذكرون الله، الله يعاقبك الله يعاقبك بطريقة سلبية مخيفة مخيفة بحيث خلونا نخاف. يعني انت خاف من رب العالمين، يعني خوف خوف كل شيء تسوي، ها اخاف مثلا خاف اشرب الماء وخاف الله يعاقبني. يعني وكانما وصلوا لنا الصوره وكانما يعني الرب وحش وما يحبك. يعني انت حتى تخاف من الموت. كيف كان شعورك انت لما كنت تسمع هذه؟ هل كنت تشعر ان هذه حقيقه او هل كان فيك شيء ولو طفيف كنت تفكر لا غير ممكن الله ما يقدر يكون هكذا؟ ما كيف مو احنا المشكله يا اخ داوود، يعني من انت صغير يشبعوك في هذا الشيء، تشبع بهذا الشيء، الله يخوفك، الله 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 يعاقبك، الله يقتلك، الله عذاب قبر، موت، نعم يعني لا سوى هالشكل، لا سوى يعني. لكن انت شخصيا هل كنت تفكر هل الله ما يمكن يكون بهذه الطريقه اللي سمعتها اللي علموك؟ ما كنت تفكر في الخالق بطريقة أخرى مثلا من ذاتك؟ لا بعدين أوكي. بالبداية من إحنا صغار من صغرك أنت تعلمت هذه تعلمنا هذا وكبرت فيها نعم بعدين من كبرنا
يعني بلغنا وسن المراهقة وصلنا شوية شوية تعلمنا أكثر، قمنا نعرف يعني قمنا نعرف يعني ياخذوا كان انولدت يعني قلت لك من العراق من عائلة شيعية. نعم. أوكي. هل من طفولتك أي شيء اللي أثر فيك وبقى ذاكرة، أي شيء مثلا تذكره من الطفولة أو سن المراهقة؟ والله أخي داود أنا يعني كانت حياتي عبارة عن عمل بيت شغل شغل بيت. يعني كنت مثل الماكينة ماكينة مال شغل كي أعين العائلة يعني مثل ما تريد تقول يعني شلون صرت أنا الضحية خلاص أنا أضحي على مود عائلتي. جميل. يعني الرب اختارني. أنا أشوف هذا الشيء يعني أنا نوبات أمس أسأل نفسي هالسؤال هذا، أقول ليش أنا من دون أخوتي؟ يعني إحنا 6 أخوة قلت لك وهو عندنا بنية واحدة، ليش أنا من دون أخوتي؟ يعني 2 فوق عسكريين و4 الباقيين الثلاثة صغار هم كانوا بالمدارس، فليش بالذات أني اللي تركت المدرسة وللشغل للبيئة الشغل ليش؟ فهسه من كبرت فقلت الرب اختارني أن أكون أن أعين العائلة. يعني بالرغم من تلك الدروس والتعليم اللي دكسوها في مخك وكبرك فيها، مع هذا الرب خرجك وعلمك شيء آخر. نعم تعلمت هواي، تعلمت هو قلت لك ميكانيك السيارات وتعلمت الصبر وتعلمت هواي، شفت بالعراق أمور يعني قاسية مرت علينا بالعراق يعني جدا جدا هواي. وحتى من جيت يعني حتى من جيت من غادرت من العراق. إذن ما رأيك الآن باختصار، إحنا ما نتعمق في هذه النقطة، بل الناس اللي هكذا يدعوا الإيمان لكن يقتلوا بعضهم بعض، يعني هي من صارت شغلة داعش يعني. أنتم اختبرتوا هذا؟ نعم هي كانت ب 2000، لا هي بالبداية بدأت أكو طائفية 2005، بدأت لحد 2006 لحد 2007 طائفية صارت بالعراق، صارت ناس تقتل ناس، يعني الشيعة يقتلون السنة والسنة يقتلون الشيعة، يعني من منطقة لمنطقة ما تقدر تعبر نهائيا ما تقدر تعبر. وحتى بين العشائر أكيد أنه كان تهديد هواية جدا يعني هواي عالم راحت عالم تأذت مع أصوات القنابل والرصاص وكل هذا، يعني للأسف لأن كما قلنا في البداية العراق ما كان يتسمى العراق في الماضي قديما، كانت أرض بين النهرين، بلاد الرافدين، خصبة يعني خضراء، كل شيء، كل الحضارة بدأت من هناك. الكتاب المقدس يقول لنا أن الله غرس جنة بين النهرين، مذكور بأسمائهم، الجنة على الأرض ما كانت في السماء. الكتاب المقدس يقول أن الله خلق الإنسان من تراب الأرض ووضعه في جنة غرسها بين النهرين. نعم يعني كل شيء بدأ هناك، والآن هذه تلك الجنة تغيرت صارت للأسوأ وصارت للخراب. يعني ما يزال الخراب يعم في البلد، ما يزال قتل موجود، سرق، النفاق والدجل والكذب، هذا كله موجود. يعني هذا كله موجود في كل العالم بسبب عصيان ذاك الإنسان الأول اللي الله خلقه وصنعه من تراب الأرض وأعطاه من نفسه، نفخ في أنفه نسمة حياة، أعطاه من نفسه من روحه فصار إنسان حي. هو اللي سبب لنا نتكلم في هذا الموضوع في حلقة أخرى نتعمق فيه لأنه جد مهم كذلك. نعم. نرجع لطفولتك، احنا نحب نقول هذه قبل ما ننساها، في المغرب كنا دائما نتكلم، علمونا في المدارس لما كنا نتكلم على الأخلاق والثقافة والشعر إلى آخره، كانوا يقولوا هذا الأمر معروف من مراكش لبغداد. يعني في كل البلدان العربية معروف. نعم. العراق
هو الحدود الشرقية المغرب، الحدود الغربية وبيناتهم كل العرب، فنحن نتكلم لكل العرب من مراكش لبغداد. نعم 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 نعم. وكنت ذكرت عبارة عجبتني، قلت أنك كنت تشتغل مثل ميكانيكي، يعني مثل ماكينة، مثل ماكينة من الدار للعمل، من العمل للبيت، يعني ميكانيكي ميكانيك في 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 البال في الحياة. ولكن كانت هذه بركة من الله، لأنه كما قلت أنت، أنت تساءلت وسألت نفسك لماذا الله اختارك من بين أخوتك. نعم نعم، وانا سالت وقلت لك سالت نفسي هوايه، فخلاص يعني قلت هاي خلاص الله اختارني لهذا الشيء. نعم نعم. وانا وانت عملت هذا العمل حتى كان عمرك 22 سنه؟ لا، من كان عمره 12 سنه، من بدايه 12 سنه حتى الـ حتى الـ حتى الـ 23. صار عمري 25 تزوجت، يعني بدت حياتي من بعد ما تزوجت. أوكي أوكي. وكيف تعرفت على زوجتك؟ جابت سيارة تصلحها وانت اخذت الفرصة؟ لا لا، احنا عندنا بتقاليد العشيرة، يعني مع عشيرتنا احنا عندنا أكو فد تقاليد وطقوس عندهم، يعني احنا ما يصير عندنا البنية تروح الغريب أو الولد يتزوج وحدة غريبة إلا تاخذ من العشيرة مالتك، يعني يعني يجبروك يعني. فسن المراهقة ماكو واحد بينا ما حب، يعني ما شاف له وحدة وحبها ويختارها إلى شريكة حياته. فأنا من أنا صغير اختاريت لي يعني جيراننا وحدة، قلت هاي إليها خلاص. قلت لهم عليها، قالوا لا ما يصير. شلون يصير؟ أنت تعرف تقاليد العشيرة ما يصير هالشكل. فإحنا من إحنا صغار قالوا خلود المصطفى ومصطفى الخلود خلاص. إيه، انت كنت صغير، كم كان عمرك؟ هو من كان عمري يعني من بلغت ال 18، من بلغت ال 18 قالوا خلاص مصطفى لازم ياخذ خلود وخلود تاخذ مصطفى، خلاص يعني اختاروا لكم. وانت كنت تعرفها من الطفولة؟ انا كنت اسمع، كنت اسمع بانه يقولون هذا لهذا وهذا لهذا، خلاص هم اختاروا من الطفوله، اختاروا لكم. هم اختارونا، بس انا ما كانت ببالي يعني شنو انا هاي، انا مو ببالي، لان هي ما كانت بنفس المنطقه اللي احنا بيها، كانت هي بغير منطقه وانا بغير منطقه، هي يعني يصير بنت خالي هي يعني اقارب. اي ف صارت القسمه وصار الزواج. اوكي. امر يعني مثل ما تقول تشوفها من شفتها من قبل؟ طبعا اي طبعا. هم كانوا يجونا يعني البيت، قلت لك بنت خالي، فهم كانوا يجونا واحنا كنا نروح لهم، فكنت اشوفها وكانت تشوفني، بس يعني شلون مثل ما تقول يعني مو حب، يعني ما ماخذها عن حب، يعني انما صار زواج تقليدي يعني. نعم. العشائر هي. نعم. اللي جمعتنا. نعم. يعني أقع عمامنا وأهلنا هم اللي جمعونا يعني. يعني صارت القسمة، يعني أنا أؤمن بهذا الشيء خلاص. هاي قسمتي يعني. وزوجت كان عمري 25 سنة بال99. 99 زوجت. وكنت كنت أنت حصلت على المهنة الميكانيكي، كنت أنت الآن يعني صرت مثل ما نريد نقول بالعراقي صرت أسطى. أيوة، صرت ميكانيكي مضبوط. أيوة، أخذت محل وصار عندي عمال بالمحل. أوكي. نعم، وأموري مشت، أموري يعني كانت كويسة زينة الحمد لله. وقلت لك وقاعدين قعدت عد أهلي، يعني أنا ما طالع، يعني ما عندنا إمكانية أن تشتري بيت أو يعني تأخذ لك قطعة أرض غالية، كلش غالية. فقاعد ويا أهلي، يعني تزوجت وقعدت مع أهلي يعني. وقمت ظليت على نفس المنهاج، ومن الشغل للبيت، من البيت للشغل، لحد ما صار السقوط، سقوط بغداد. من صار سقوط بغداد يعني صار القصف علينا والتهديد والضروب، احنا ظلينا ببيوتنا، ما خرجنا من البيوت. وين تروح؟ وين تروح؟ هي بغداد كلها خطر خطر. صار القصف علينا، فاشتد القصف بالعراق يعني اشتد، قام يضربون بقوه يعني، كل شيء انقطع، كل شيء انقطع علينا، لا كهرباء لا مي، مستشفيات انسدت،
المدارس. يعني شيء مرعب. شيء يعني من تسمع الأصوات مال الصواريخ والقاذفات والهاونات ما تقدر تفتح الباب، الباب ما تقدر تفتحه وأنت مد راسك نهائيا ما تقدر. يعني كانت أمور قاسية وجدا صعبة. سمعنا بعد ما اشتد القصف قالوا احنا بعد اهلنا يعني عمامنا وهاي يعني احنا الناس من الخوف قامت تنجمع ببيت واحد، يعني اقاربك يجون يجتمعون ببيت واحد. يعني من شلون نقول من حالات الروح كنا نقول من نريد نموت ما نريد نموت مفردين، لا خلينا نموت جمعاً، خلينا يوقع صاروخ على البيت خلاص كل احنا كل تمشي. وصارت طبعاً هاي صارت يعني أكيد صواريخ تطير عشوائي وتضرب ضربة بيوت، ضربة مستشفيات، ضربة مدارس. يعني كل هذا شاهدناه في التلفزة، لكن انت عشته. أنا عشته وعشته بأفلام رعب. يعني العراقيين كلهم عاشوا. ما فكرت مرة تكتب قصة هذه الاختبارات؟ احنا العراقيين يعني لو كل واحد يريد يكتب قصة. نعم. كتب ما تكفي. نعم نعم. كتب ما تكفي. من هذا الواحد يريد يعيش قصته او يكتب قصته كلها. وكيف كنت تعمل مع العمل يعني في هذه الايام الساعات الخطيرة؟ ما كنت تمشي للعمل؟ لا أيام القصف يعني تحكي له قبله؟ لا أيام القصف لا ماكو، كل شيء توقف. كل شيء توقف عندنا. كيف تعيشوا؟ عشنا من التخزين، مخزنين. كل ما نخزن، لأن احنا هم بالبداية هددوا، فكل ما نخزن، خزننا التمن وخزننا الطحين وخزننا التمور وخزننا المواد الغذائية، كل من في البيت خزن يعني. فقلت لك من الأقارب اللي إجوا يمنا فهم جابوا ويانا، يعني جابوا وياهم أكل، فظلينا بالبيت. يعني قلت لك كهرباء ماكو. قاموا يخبزون عندنا صوبة. تعرف شنو الصوبة؟ نعم. عنفط تشتغل. نعم. هاي الصوبة. نعم. كهرباء بالغاز. لا مو بالغاز، اكو بالغاز بس اكثر شيء بالنفط. بالنفط هاي. نعم. نحمى عليها الشاي، شنو يطبخون عليها، لان ماكو كل شيء انقطع، لا غاز، لا كهرباء، لا ماء. وفي الشتاء كان برد الشتاء هناك؟ كانت هو طبعا برد، بس احنا قلت لك صوبات. بعدين ورا ما اشتد القصف علينا بالذات ببغداد اضطرينا أن نهرب منا بعد خلاص، لأن شفنا القصف قام حتى يضرب البيوت. واي عالم راحت. اضطرينا أن نطلع. قالوا وين؟ أكو منطقة على حدود سوريا اسمها هيت. فاضطرينا أن نروح هناك، هاي على الحدود. لأن يعني هو أكثر شيء القصف صار اشتد بغداد يعني. فاضطرينا أن نطلع. وشون طلعنا؟ طلع رعب. سيارتين، ثلاث سيارات طلعنا. مسافة كلش بعيدة. كان عندكم أولاد؟ اي طبعا. وكلهم صغار؟ اي كل احنا كانوا أخوت الصغار موجودين. أولادك أنا أقصد؟ لا كانت لا كانت بعتي ما مولودة عندي. شهد كبيرة. بعتي ما مولودة. اي كنت بس أنا وزوجتي. رحتوا للحدود السورية؟ لا كانت عدي شهد، لأن شهد مواليد 2000. أوكي. أوكي. لأن هي راحت يمها لها نعفتها. وصار السقوط علينا 2003. أي فاجتمعنا كانت عدي بس شهد. أي فأخذناهم، وعند أخوتي الزغار، وعند أخويا الكبير هم متزوج هم عنده أطفال. فنجمعنا وطلعنا الهيت. ظلينا فترة، ثلاث سيارات، ظلينا فترة طويلة هناك. بعدين سمعنا بأنه وقفوا إطلاق النار، يعني بعد خلاص يعني مشون مثل ما نريد نقول، يعني سقطت بغداد. رجعنا لبغداد، لقينا بغداد مهجومة. كله خراب، احترق. مو بغداد كله خراب وغبار. خراب. ماكو شيء صاحي. جسور مضروبة. شنو كنت تفكر؟ الحياة، الإنسان، الشعب. موتة بالشارع تلقى. تفوت تلقى جثث بالشوارع.
بابا فد منظر قيمة الحياة. يعني البشر هذا، البشر هذا اللي الله خلقه بأحسن صورة، طبعا على الرصيف منفوخ، سيارات مفجرة، كانت سيارات عسكرية أيضا متهدمة، مستشفيات مهدمة، جسور مهدمة. يعني هذه قصة مرعبة. شكرا أخي مصطفى، نوقف هنا هذه الحلقة، نتابع في حلقة أخرى تحكي لنا المزيد من اختباراتك من بغداد إلى القرار للهروب من الخراب. شكرا، وشكرا أعزائنا المشاهدين والمستمعين. إذا كان أي سؤال تحبوا تطرحوه على أخينا مصطفى أو على البرنامج، العنوان يظهر على الشاشة، تحبوا تتكلموا رقم التليفون رقم المحمول موجود كذلك. نشكركم على حسن المتابعة، ابقوا معنا، هذا برنامج جديد عنوانه الباب المفتوح. الباب المفتوح بالفكرة أن باب ملكوت السماوات هو اللي نتكلم عليه، هو اللي بشرنا به يسوع المسيح الملجأ الأمين. شكرا على المتابعة، ونلتقي في حلقة أخرى بنعمة الله ونعمة ربنا يسوع المسيح وسلامه معكم كل يوم. آمين.